ما خصناش النائب يجي وي وي يعني وي يعني يدير يمارس واحد السلطه اللي ماشي من حقه على اعضاء الجماعه. حنا راه كنديروها الاحصاء، ما كنوزعوا بقاعي، ما كنوزعوا مدخرات، ما كنوزعوا اعانه على البناء. راه الانسان واخا يكون محصي وما عندوش مثلا فين غتشملوا العمليه العقاريه، لنفرض مثلا دوار بالمكي ولا بالناصر ولا ولاد نطاع ولا اي جهه او اي عقار تابع لعمارات الصخيرات تماره، خصو يتحصى فيه. حنا كنحصيو اعضاء الجماعه. غير العقار، خص هذا العقار اللي تشملوا العمليه العقاريه ماشي يكون ساكن في واحد جزئيه سكنيه تم انجازها مثلا تنجزات سابقا، مثلا حي الفردوس او لا شي حي اللي وما عندوش، وانا ما يمكنش نسميو دابا جميع الاحياء اللي دارت يعني اللي تنجزوا سابقا فوق اراضي الجيش. الانسان اللي ما عندوش شي حاجه غتشملها العمليه العقاريه ما غاديش يكون في الاحصاء، راه واضحه. ولكن لا كانت عنده شي حاجه اللي غتشملها العمليه العقاريه، مثلا القطعه المعروفه ب 65 هكتار في ولاد جرار او لا في سيدي محمد الشريف باش يعرفوها الناس كامله، راه خصو يكون في اللائحه، سواء كان باه جدو ولا جداه ولا مو. ماشي انا اللي كنقول هذا الشيء، ماشي انا اللي كنجتهد، ولكن القانون هو اللي جاب هذا الشيء، وماشي انا اللي درت القانون. القانون راه دار بناء على ظاهر ملكي، دار بناء يعني خضع لمراحل باش ولات عنده الصبغه القانونيه، يعني صوتوا عليه النواب ديال الامه اللي هو البرلمان، صوت عليه المستشارين اللي كيمثلوا واحد المجموعه ديال 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 المهن والتجار ويعني والامور، ما ندخلوش في هذه الامور هذه. المهم بخلاصه صوت عليه مجلس المستشارين، داز في الامانه العامه للحكومه، نشر في الجريده الرسميه بناء على هذا القانون. هما تصدروا ثلاثه ديال القوانين 62 17 63 17 64 17 63 17 الخاص بالتحديد الاداري يعني بالتحفيظ ديال الاراضي ديال الجماعات السلاليه، 64 17 تنضم الاراضي السقويه. حنا ما عندناش الاراضي السقويه، كانت الساقيه ديال عين عتيق اللي كتمشي حتى لهي، هذاك الشيء انتهى. رجعوا للدوريه الخاصه بعمليه ديال الاحصاء، الدوريه 27، راه كلشي كيدخل، يعني بامكان اي واحد يعرف ان الدوريه شنو كتقول، اي واحد يعرف الدوريه شنو كتقول، راه ماشي بعيده، راه ماشي بحال شحال هذا كنا كنجتهدوا باش نجيبوا الظاهر ديال 1919 باش نعرفوا شنو كيقول، ولا نمشيو نجيبوا الدوريه ديال 51 ولا الفتوى الشرعيه ديال 10/10/2010 ديال السيد وزير الداخليه انذاك الطيف الشرقاوي اللي طلبها للمجلس العلمي الاعلى. دابا راه التليفون ديالك غتسولو غادي يجاوبك وغادي يقول لك شنو كتقول هذه الدوريه وانت غتعرف. وكيف ما قال الاستاذ اللي كيشتغل في الاراضي السلاليه واشتغل فيها كثير هو والاستاذه، راه ما يمكنش شي واحد يضيع في حقه، حيت كاينه المراحل. دابا كاين البت في الطعون، هذا البت خصو يكون بناء على ثلاثه المعايير: الانتساب الى الجماعه السلاليه المعنيه، بلوغ السن القانوني اللي ذكرنا عليه، الاقامه بالجماعه السلاليه. والاقامه وشكون هما هاد اعضاء ديال الجماعه السلاليه؟ راه هما كيتكونوا من الذكور ومن الاناث، راه ما مشى العرف اللي كنقولوا راه كيتكون غير من الجماعه السلاليه ولا الاغلب الجماعات السلاليه على الصعيد الوطني، راه يعني اللي حاكمين او زمام الامور في الجماعات فعلا كان هذا الشيء. علاش؟ لحقاش كان واحد المجموعه ديال الثورات ديال القبائل، قبيله تثور عن الاخرى، وكانوا هاد الجماعات ديال الجيش الوداية المنتشرين على الصعيد الوطني من وجده الى جنوب المملكه، كانوا كيقوموا بالدور العسكري، وكانوا كياخذوا كل مثلا حنا نهضروا على الرباط تماره اللي فيها 8100 هكتار موزعه على الفخذات المعروفه، يعني من الشفانات والدواوير الموازيه لها، من زراره والدواوير الموازيه لها، من ولاد دليم والدواوير الموازيه لها،
كذلك ولاد مطاع والدواوير الموازيه لها، ولاد جرار بحكم ان ولاد جرار تتمتعوا باكبر حصات في هذا العقار. كانت يعني الدواوير اللي كان كلها كل قبيله كانت تضم، يعني كل فخده كانت تضم 700 هكتار موزعه على الافراد ديالها. اما ولاد جرار بحكم هي الاصل في جماعه في هذا الجيش، باش نكونوا متفقين على هذا المبدا، راه هي الاصل في هذا الجيش، كانت تضم 2100 هكتار يعني ثلاثه الحصص. ولاد المطاع تاليها 1400، ولاد الليم 700 والى اخره، وكانت بينهم المكناسيه كلشي راه تيعرفها اظن، يعني كانت فيها الحديقه الوطنيه وكتطلع شرقا وهبط عشاني غربا، والملعب يعني جزء من الملعب. هذا هي للتذكيري فقط. اما الاهم اللي خص يوصل لذوي الحقوق هو انها الدوريه راه عطات الحق للذكور والاناث، باش نكونوا متفقين. حتى واحد ما عنده الحق يجتهد الاخوان، باش نكونوا متفقين. لا انا كنائب انا ما عنديش الحق نجتهد الا ما كانت شي حاجه في النص، ها القانون المنظم، الا ما كانت شي حاجه في النص ما عنديش الحق انا نجتهد. اي واحد يعني تدبر معنا هذا الملف ما عندوش الحق في الاجتهاد. كاين نص، انا الا ما غاديش نشتغل وفق النصوص، لا انا الا ما غاديش نشتغل وفق النصوص المنظمه لا داعي انني نكون نائب، لكن لاش كاع نكون نائب انا، لان مجموعه ديال النواب وخير دليل هما ديال فاس. ما بقاش يقول لي انا راه قال لي هذا الموظف ولا قال لي هذا الموظف ولا قال لي هذا الموظف. حنا سيد الباشا لما سلمنا القرارات قال لنا طبقوا القانون 62/17، اللي ما قاريش كيمشي عند ولادو ويقراو ليه القانون 62/17 شنو تيقول، والدوريه 27/16، وكذلك اللي ما قاريش فهاد النواب رغم انه مخصوع، رغم ان القانون الجديد ما كيخولوش باش يكون نائب، كان يمشي لعند ولادو ولا عند الاهل ديالو يقراو ليه ويقولوا ليه شنو كيقول هذا هو المضمون. ماشي الانسان يجي يجتهد ويبقى يجيب لنا العرف ويجي دابا ينزلو ويسبب، اشنو المسببات ديال هذا العرف؟ هو ان الاحتجاجات والشارع في غنى، احنا في غنى عنها. لما ارتأى جلالة الملك باش يصدروا واحد المجموعة ديال القوانين غتنظم هذا الشيء، ما الغاية ديالو شنو هي؟ هو ان ندخلوا في مسلسل التنمية، فهمتي؟ وإجهاض كل هذيك الاحتجاجات ديال الشوارع وعدد من الدول العربية اللي كنعرفوا شنو وقع عليها. حنا الآن خصنا نشتغلوا وفق القانون، اللي ما غيشتغلش وفق القانون وفق هذا القانون هذا المنظم ومثلا الدوريات المنظمة هو معرض للمساءلة القضائية، هذه ما فيها لا نقاش ولا جدال. باش نكونوا واضحين، لا اللي ما غاديش يشتغل وفق هذا القانون هذا مابقاش يقول لي أنا راه قال لي هذا ولا قال لي هذا. حنا سلمونا باش نديرو الخدمة ديالنا وفق القانون 62/17 والدورية 27/16 اللي كتنظم العملية ديال الإحصاء. وتنظن نفتحوا الباب يعني للمداخلات، وباش بعدا باش نكونوا أنا راه نائب ديال الجماعة يعني ديال جميع أعضاء الجماعة ديال الجيش. اي واحد بغى يفهم شي حاجه او اي استفسار راه غنجاوبوه بناء على النصوص المنظمه، وراه ما يمكنش انا نشارك في شي عمليه خارجه على النص، باش نكونوا متفقين. من هنا حنا تسلمنا باش نخدموا بالدوريه 27/16 والقانون 62/17، انا تنقولها وتنكررها باش حتى شي واحد ما يمشي يدير شي اجتهاد، حتى شي واحد ما يبقى يسمع لشي جهه معينه. ولا كان هذا الشيء راه السيد العامل ملي غيتحال هذا الشيء عليه راه عنده الحق انه يرفضه، كيف ما كانت كدير الوصايه سابقا. كاينوا نواب الجماعه ديال الجماعات السلاليه كيديروا شي احصاء كيقولوا راه كاين فيه الحيف والاقصاء ديال المراه مثلا، وكيرجع تيقولوا هذا راه فيه بعض الشوائب خصها تكون المعالجه ديالو، خصها تعالج او خصها يعني خصها تعاود. هذه الحقيقه.
حنا راه ما تنخبيو حتى شي حاجه، وهذاك الشيء اللي كاين في النصوص راه هو تنديروا، هذا راه دور النائب. والنائب اللي ما عندوش القدره انه يجي ويشرح للناس ويسمع للناس ما خصوش يكون نائب. هذه الحقيقه. وغادي نفتح خص الاخ مصطفى المنظم المشرف على 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 تنظيم هذه الندوه من اجل تسجيل اسامي ديال يعني الاخوات والاخوان اللي غادي ياخذوا مداخلات، وان شاء الله غادي نجاوبوا على هذه المداخلات. وكان غير ما يكون شويه ديال الصداع والهدوء، وحنا راه ديال اعضاء الجماعه كاملين، راه ماشي ديال هذه الفئه وهذه لا وهذاك الشيء. انا راه واخا يصرف فيا الانسان العيب، انا راه نائب ديالو باش نكون واضحين.